بس يا ماما تعالى والله توقعت يكون فيك شرف واخلاق وتدرك الشغل بعد ما صارت هالمصيبة. انا طول عمري شريفه ونظيفه وشغلي هون مش عيب. وقحة كمان جابر. انت بنتي شو؟ مثل ما سمعتي انت بنتي لانه ما بيشرفني تربح عن واحدة مثلي فاجرة. جابر استحي حالك. استحي على حالي مع واحدة مثلي ومشان بنتي ما في مستحى. ولك جابر شو صار لك؟ انت خلاص جنيت؟ لك أنا نجوى، نجوى اللي حبتك ورفقتك على المرة قبل الحلم، اللي أساسا ما كان في بحياتها إشي حلو. أنا نحس، صدقت وآمنت إني أنا نحس. بس شو ذنبي؟ أنا كان بدي حياتي تكون منيحة بس طلعت نحس. هيك الله بده. فرحت لك كثير انه صار معك مصاري وزلت حالي، اني طلعت انا خرابت البيوت العامرة. انا مش داري جابر اللي صار معي بهالجبال. شان الله، من شان الله لا تظلمني اكثر من هيك. أنا وبنتي بسلام. بصدقني يوم بحس إني نحس كمان على منال، وحياة ربي وربك لأخذها بإيدي لعندك، لأنه لا بيهون علي فيها ولا فيك. وأنا إلي الله يا جابر، إلي الله. ما سمعتي؟ ايش بيك؟ ليش وشك نور مثل ضواوي السيارة؟
انت شو بتحكي ام الزين؟ ايه انت ايش خسراني؟ ايش خسراني نجوى؟ ام الزين في مجال ما عاد نحكي بهذا الموضوع؟ نجوى حبيبتي روحي ايش صار لي؟ ايدي عراسك والنبي كباسك، شي مرة ما ردت لك الخير انا، شي مرة ما وقفت جنبك، شي مرة ما كنت معك بزنقاتي. لك مين خلاك يخلقوا عالم؟ مين شغلك بهذا المحل؟ ايش بك اللي بيلحق ام الزين ما بيخسر ابدا وما بيندم. ام الزين انا ما عاد بدي احكي بالموضوع اساسا، انا لسه ما اتطلقت من جابر بالمحكمة. حبيبتي بينطرك لتتطلقي، بعدين الرجال رايدك بالحلال بالحلال. شوفي يا اختي شوفي، مال شباب شبوبية جسم سمباتيك، دقيله لا يرقص، شواربه بيوقف عليه نصار، من الاخر لقطة لقطة. انا ما بدي اتجوز. ايش هالحكي؟ بدك تعنسي؟ ما عندك مشاعر؟ ما عندك احاسيس؟ ما عندك عواطف؟ عنس؟ كيف عنس؟ من عندي بنت. بعرف بعرف، الله يخلي لك ياها مع غلظة. يا حبيبتي المقصود من الحكي ما هي حلوة تضلي لحالك قدام الخلايق. نجوى كني انا ما قلت لك؟ لا ما قلتي لي. لا 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 ما قلت لك. خير يا مزين احكي لي. الرجال واقف برا باللخته بده يشوفك. شو هاد؟ مثل ما عم بقول لك، انت شوفي شو بتخسري. اسمعي يا مزين، هذا المحل باب رزق وشغل وبس، ماشي؟ عادي عادي عادي، بعرفهم هدول الحركات، يتمنعن وهن راغبات. انا واثقه واثقه رح تغيري رايك، بس تشوفي وتملي عينك برؤياه وتهف عليك ريحه الكولونيا. استني علي استني. ام الزين ام الزين استني. قدري قدري تا غزال تا تا غزال. عرفاني رح تتضايقي، بس قلت لحالي خبرك بلكي بتلحقي حالك وبترجعي له. ايه جابر صار مليان كتير، اذا مو من شانك خطي حرام، مشان البنت تعيش بالعز ولا تعيش بالتعطير. كتر خيرك يا اختي، بصير خير. امانه لا تواغذيها. لا على ايش؟ يلا يا عمري بتوصي بشي؟ سلامتك. يلا يعطيك العافية. الله معك. يلا بابا، مع السلامة. جائز الكبرى بليان السوق، يعني فعلا أنا كنت نحس عليه وعلى عيلة. هلأ إذا بتيجي أمة محمد كلها تقنعه إنه القصة صدفة ما رح يقتنع، رح يلبس رأسه أكتر. الله يلعن هالحظ، يلعن هالعمر اللي عايشته. الله يبارك فيك والله يبارك فيك. الله يخليكم يا عم على راسي. شكرا يا شباب، الله يخليكم. عمي
شباب الحرام أنا برابطك، يعني إذا الله رزقك مصاري أكيد راح تفتح شركة أو معمل، فأولاد الحارة أولى بعطفك ومساعدتك. إن شاء الله يا عم، الله هيك يقدرنا وبإذن الله راح نساعد الجميع يا شباب. ونحن جينا نعمل لك هالصباحية ونقول لك قديش بنحبك. بقى الله يرضى عليك، لا تعمل مثل غيرك وتنسى الحارة اللي ربيت فيها. لا يا عم، أنا بإذن الله ما بطلع من جلدي. والله كتير قالوها، بس أتمنى تطلع غيره. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الله يسلمك. أنا لازم أمشي يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا شباب. اهلا وسهلا شرف. اهلا شباب. شرفوا. معنا كثير وقت، العقود جاهزه؟ طبعا جاهزه، محتاجه فوق جابر بيك واستاذ نازل. اعطينا عقود اطلع عليها. تفضل سيدنا. شكرا. شو جابر بيك؟ بتحب تطلع على العقد؟ لا أعوذ بالله سيدنا، بعد ما اطلعت عليها أنت موقع على عمياني. رح أروح ما بطول، يروح لعند أبو زين الشهم. بدي أرجع ألاقي البيت منظف مثل النفجة، ها نقطة غبرة ما بدي أشوف. نعم؟ بيت وغبرة؟ أبو حسام أنت سخنان شي؟ شو سخنان مو سخنان؟ بضل ما بيعجبك شي. ليه مو عاجبك البيت؟ ليه؟ ما في شبابي؟ ما في بواب؟ شو يعني؟ أعلم الله ما تكوني معنا بالخندق بالجبهة لما كنا نحارب إسرائيل. إلك أنت متي قبل ما تضربي طلقة واحدة. لك أقل شيء اشكري ربك وبوسوا إيديك وشي وقفا إنه في عندك حيطان، ولك هنيك ما في غير غبرة وعفرة وقلة واجب. لك اشكري ربك، هون الدنيا أمان، البلد أمان، بتمشي ساعة تنتين ثلاثة ما حدا بيحكي معك كلمة. هلا اذا انت حاسه انك مربطه العطل منك، البلد حريه وامان. ابو حسام انت حطيت عطر؟ ما حلو تروح لعند ابو الزين واهل الحاره بدون ما تتعطر، بتضل انت الكبير فيهم ومفضل عليهم كلهم. لك والله مزبوط، دورت على انيه العطر ما لقيتها، وين حطيتها؟ يمكن لك بين هالكراكيب. مو معقول بتضلي عفشه ولك انه هلا بيطلع الحاره، ضروري يعني ضل تدور ساعه على انيه العطر؟ ولك صار لي متجوزه 50 سنة وبتضلي شهرني. ولك بعدين، ولك بعدين شو هالستاير اللي حاططيهم هدول؟ شو ظابطين معي؟ ليش شبههم؟ شبههم؟ مو لابين مع الفرش؟ لك انو فرش ابو حسام؟ علي الحلال لتغيريهم، ما بكفي عايشين بهالبهدله وكمان قله ذوق. لك ابو حسام انت شو صاير لك؟ لك انو ذوق هاد يا رجال؟ انو ذوق؟ انا بعرف انه بيوت الناس بتنعرف من تلبيق الالوان، افرضي حدا هلا اجى لعنا وزارنا رح يحكي عليك ولعلي؟ بده يحكي عليكي، انا ما بريد حدا يجيب سيرتك بالعاطي، انظر بغيريهم. انتو مين؟ انت اللي مين؟ انا عم اسالك، انتو مين وشو العفش هاد؟ لك الفواكير ما بتكذب يا خوان يا كلب يا عديم الضمير، انا غير شفتك من الشارع، شو عم بسك بني ادم؟ لك تنصرني؟ لك جاوبني في الشيء اللي قبل ليش عملت؟ سمعني كلمة واحدة تطفي ناري، لك كان عندي استعداد اعطيك كل شيء بيطلب مني، لأني حبيتك وثقت فيك. شو بدك اكثر من واحد سلمك رقبته؟ ها؟ مصاري وسياره وشغل محترم لك بحياتك كلها بتحلم فيها، لك شو اللي خلاك تصرني؟ اعطيني مبرر واحد! شوفوا له انا هلا فيني زدتك بالسجن وشرشحك قدام كل الناس، بس رح ضل كريم معك للاخر، بركي ضميرك بخليك تبكي دم هالشي اللي عملته. اطلع اطلع من خلتي، ما عاد يشوف وشك من ابو رايح، لانه بس شفتك رح يرجع يفور دمي، ما بدي حالي وقتها. اطلع اطلع حرامي كلب، حق علي اللي جبتك يا كلب يا واطي. مدام قصتكم مؤقته ما بيأثر، بتقدروا تضلوا هالفتره هون، بس انا في شغله، انا جبت رمل والبحص وبدي بلش اكسي البيت. اذا مضطر كثير هلا مفضي لك البيت؟ لا لا ما في مشكله، بكل الاحوال انا بالاسبوع ما رح بلش شغل بالبيت، يعني اذا مشكلتكم ما انحلت خلال هالفتره بنأجل كم يوم ما بيأثر. يكتر خيرك يا ابني. والله يا خالتي كنت بتمنى اني ساعدكم، بس اكثر شيء بقدر اعمله اني خليكم هون لبين ما تظبطوا اموركم.
نحن ما بدنا أكثر من هيك، كفيت ووفيت. ولا يهمك، اسمحوا لنا. قاعدين يا ابني. والله عندي لسه شوية شغل ما خلصته. الله يوفقك. بتعرفي خالتي يلي صاير معكم عن جد بيقطع القلب. شو بدنا نعمل؟ نحن حطب يا ابني. بسيطة. يلا السلام عليكم. الله معك يا ابني. مع السلامة. الله معك. لك شو بك؟ شو بك ما حكيت ولا كلمة؟ اه شو بك؟ لك شو بدي احكي؟ قلت لك إذا أجانا ضيف رح نتبهدل، ما بتردي عليه. وليش لحتى نتبهدل؟ لك هذا لون برادي هذا اللون قلت لك ما بينفع لك، والله خجلت حط عيني بعينه للرجال. هلا مشان هيك ما حكيت؟ لك مشان شو؟ كيف بدي احط عيني بعينه وذوقنا نوري؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه بيطلع لك، بيطلع لك، خرب بيتك على الذوق. شو بلدي؟ بلدي وشرشوه.